اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد الخبز بريوشي. عندنا 500 غرام ديال الطحين، عندنا 2 ديال البيضات، معلقه صغيره عامره الملحه، 13 غرام ديال خميره العجينه، 50 غرام تاع الزبده، وعندنا هنايا 80 غرام ديال السنيده، عندنا 150 غرام ديال الحليب، وبيضه اللي غنديروها للدهن ملي ندخلو البريوش للفران. نديرو الدقيق، نزيد الخميرة، الملحة، الزبدة، غنديرو كلشي المقادير إلا الحليب هو الأخراني، البيض، غنخلطها مزيان تترمل هلي نبدا نزيد في الحليب. دابا غنبدا نزيد الحليب شويه بشويه، نعطوها الوقت تعجن مزيان واحد 5 دقائق حتى تولي رطبه. دابا انا عندي الروبو ما كبيرش بزاف، غادي نقسم هاد العجينه على 2، لك النص بالنص. دابا العجينه ديالنا هي دلكات مزيان، صافي هي تعجنت، غنديرها هنايا ونخليها تخمر، نغطيها مزيان ببلاستيك وندفيها، نديرها في بلاصه دافيه ونخليها تخمر. غندهن دابا المول ونرشب شويه تاع الطحين. دابا غادي ندير هاد الكويرات 6 فوق هنايا، وحدة حدا وحدة. غنخليهم يخمرو حتى يطلعو، اللي ما عدا غادي ندهنوهم بالبيض ونخشوهم في الفران، حرارتو 170 درجة تقريبا واحد نص ساعة. هاد الفران على 340 فرانايت، هي 170 سلسيوس. دابا غادي نرميها في الفران واحد، غندير لها نص ساعه ونشوف منين تحمر راني غنخرج.
ريحتها زوينة. البان بريوش ديالنا هو وجد، نتمنى ديروه ويعجبكم، وبالصحة والراحة. بسم الله.